Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonsoir tout le monde. Inch'Allah, tout le monde. J'espère que vous allez bien. Et bienvenue sur ma chaîne. Voilà. Aujourd'hui, je vous dis comme vous faites. Je dis, il y a la tarte à l'orange. La tarte à l'orange, elle dit, nous donne pour le moment l'orange. Ou d'aïpoura, qu'il m'a tourné. Ou l'indéoula une gelée. Elle a dit que la gelée, elle dit, il faut que la tarte. نبداو هكذا انا pour l'instant ندير كيلو تاع تشينا تاع برتقال دي زورانج 1 كيلو دورانج درت فوالا 50 سنتيلتر تاع ماء يسمى 500 مليلتر تاع ماء ندير عليها الماء وعندي 350 غرام دو سكر نديرو هذا الشيء كامل فوق في النار طيب حتى تولي ومن بعد نوريكم لي زيتاب كي تكون طيب نوريكم كيفاش وقتاش نحبسو نحو تشينا ونخلو لا جولي تاعنا تنخدم فوالا بعد ما طابت هذيك التشينا تاعنا لي زورانج تاعنا بعد ما طابو في هذاك الماء والسكر نحيناهم فوالا خرجتهم مع هذو البراج طيب طريه من هاد ليكورس هذا يتكلى فوالا vraiment très bien parce que Tchina Thompson la bonne qualité. نخلي شويه هنايا تاع تشينا نزيد عليهم 150 غرام تاع سكر فوالا ماشي 150 100 غرام انا نقصت شويه سكر 100 غرام تاع سكر ونزيد عليهم عشرين سنتيلتر تاع ماء راني وزنت عشرين سنتيلتر تاع ماء معنتها ميتين مليلتر تاع ماء ونخليهم هاد الماء والسكر هذا يجمد حتى يولي انجولي بفضل هذا يولي انجولي بفضل هاداك التشينا شويه اللي خليتها لداخل تزيد تطيب مع هاداك الماء والسكر دوكا نرجع للعجينه تاع هاد لاطارت عندنا حبه بيض ان اوف حبه هاد الدجاج فوالا تكون على درجة حرارة الغرفة تمبيراتور أمبيون تكون خرجناها على فونس من الفريجيدير فوالا عندنا 70 غرام تاع سكر عندنا مغرفة كبيرة تاع زبدة هادي عجينة مش كيما نقدمها لكم هادي عجينة جديدة مبسطة شوية خفيفة وسهلة يعني سهلة على العجينة الأولى اللي كنت نقدمها لكم نخلطو هاد الخليط مليح نخلطوه مليح حتى يولي بلونشات ونعاود نرجع لكم نبدا نضيف في الفارينة الفارينة تدريجيا حتى تشد لنا العجينة نبدا نضيف لها في الفارين حتى يولي عجين تقدروا تزيدوا شويه ماء كوم دابيتود انا نزيد شويه ماء نضموها دقه حتى يولي عجين فوالا بعد ما جمعت العجينه تاعي نديروها في فيلم بلاستيك ونخلوها اوفري من بعد نديروها في المول تاعنا نبسطوها في المول تاعنا كما درت لا ديرنيغ فوا لا تارت او فريز نديروها في المول تاعنا طيب ابلون هذه لا جولي تاعنا فوالا بعد ما السكر والماء هذاك اللي زدنا له هذاك شويه بلي جات تحتينا خليناهم نزيدو يطيبوا مع السكر والماء باش تولي جولي فوالا كي درنا هذا الرغاوي نطفو عليه ونخلوه يبرد نبداو نخدمو في لاكريم باتيسيار تاعنا بور سولا يفو 50 سنتيلتر دو لي 500 مليلتر سادير 1 دومي لتر دو لي مصري الحليب نزيدو اون كويير ا كافي تاع لافاني نخلوهم ابار فوق النار يغلو كي يغلو بيان نجوزو نخلطوهم مع لاباري تاعنا بور لا كريم باتيسيير انا ندير اون كويير ا كافي تاع لافاني 40 غرام دو مايزينا نزيدو لها 60 غرام دو سكر نديرو دو زو تاعنا فوالا
نخلطهم بيان او فوي نعميك نخلطهم بيان او فوي بون بعد ما الحليب تاعنا مع لافاني غلا هذا الخليط تاع لي زو لافاني والنشا والسكر تخلط مليح هذاك الحليب سخون نزيدوه بلا ما نحبسوه من لو فوي نقعد توجو نخدمو بلو فوي فوالا كيما راك تشوفو نقعد نخدمو هكذا بلو فوي باش هذاك لي زو تاعنا ما يطيبوش فوالا دوكا نشدو هاد الخليط تاعنا نديروه كامل في لاكاسرول ونرجعوه للدار حتى يتماسك الخليط تاعنا وتولي لنا لا كريم باتيسير تشكل لنا لا كريم باتيسير لا كريم باتيسير جمدت معنا نخلوها تبرد ونجزوها نخدمو لاباط تاعنا نوع ليطالي باش نديروها طيب في البلون في الفور لاكريم باتيسيار تاعنا راهي كيما قلتلكم طابت سيمون نديرولها شوية زبدة فوالا نخلوها ندوبها واش بديتناش هديك الطبقة هديك الطبقة اليابسة هديك انا دوك نديرها في اون اسيت طون ريسيبيون ندير لها لو فيلم بلاستيك او كونتاكت ونخليها هادي سي اون اوتر فاصون دو فير la crème pâtissière et d'habitude d'autres recettes c'est boire le dans la crème pâtissière c'est boire la tarte tarée aux fraises qui la pâte qui c'est une autre tarée aux recette la pâte la tarte aux fraises la tarte aux pommes c'est boire une autre recette la tarte aux fraises en tous les cas on dit la tarte aux pommes hein, la tarte aux fraises je vois que je fous tout c'est bon les différentes pâtes tawai et les différentes crèmes aussi voilà on est passé avec vous comme cette marhala nous au frais dans un récipient le film plastique au contact voilà donc j'habite une femme quand non on la laisse souffrir jusqu'à voir le dressage t'as la tarte t'as voilà la pâte t'as la rajoute le frigo voilà on va l'étaler déjà triant نديرولها شوية لافارين بيان لافارين باش متلصقناش Thank you.
Voilà, ahibaï, avec le la crème pâtissière de tafouk, la tarte taille, le fond de tarte taille. Voilà. C'est très bien. Il y a deux zouj, c'est vrai. J'ai la pâte, c'est tom. Voilà. Donc, on voit comme la jolie taille que je jette. نوريكم لا جولي تاعنا كيفاش جات. جات تشهي. شوف لازم نجبد لكم الكويير pour voir la consistance تاعها. فوالا اون جولي مانيفيك تجي فوق لا تارت. فوالا وهاي لي كتشينا تاعنا كيفاش طابت. هاي تشينا تاعنا لي زورانج تاعنا. On va essayer de faire le dressage tana. Qui m'a habitué tout ce qu'on a. Le mohim, des rouhaja, des rouhaja, le goût de tacon. On va te coller parce que la kshara, la kshara, la très très bonne. Ana, personnellement, on a coulé. Parce que Thompson a la belle comblé la matière تاع القشره تاعها بنينه بزاف تجي طريه وصحيه ثاني. بعد ما لكم صورة واحدة أخرى كيفاش تاني زوقت لا تخت الغرش تاعي. عندي بزاف زواقات نديرهم ماشي غير هذه. اليوم هذا زواق واحدة أخرى ندير فيه. فوالا وقريب يأذن. تقبل الله إن شاء الله صيامكم وقيامكم إن شاء الله يا رب العالمين. ونقول لكم صحافتكم إن شاء الله ربي يتقبل منا طاعتنا إن شاء الله ربي طاعتكم إن شاء الله يتقبلها إن شاء الله. J'ai une tarte à l'orange, voilà à roi. Ok, il y a un vide, non? Très très bonne en plus. Voilà. من الفوق فوالا نتلاقى معكم في صحن التقديم. فوالا احبائي حبيباتي فوالا هاي لاطارت تاعنا. جيسبر تعجبكم بزاف باسكو انا فريمون نحبها تعجبني بنينه. فوالا هاملك لي دو تارتلات لي درتهم تاني زينه نجي ميم دي تارتلات صغار فريمون مانيفيك في هذا رمضان. نقرب لكم لي تارتلات فوالا فريمون مانيفيك وبنينه. نتمنى لكم فرجه ممتعه وصحافتكم. بقاو على خير. باي. Thank you.
Thank you.